السلام عليكم أصدقائي، اليوم سنتعرف على كان وأخواتها أو النواسخ الفئلية. سنقرأها وسنتعرف عنها. ترفع المبتدأ فيسمى اسمها، وتنصب الخبر فيسمى خبرها. كان وأخواتها عددها 13 فعلا. سنقرأهم. كان، أصبح، أضحى، ضل، ما فتئ، أمسى، بات، صار، ليس، ما زال، ما برح، من فك، ما داب. هادهما كان وأخواتها. وسنقرأ كلمة منها وتسمى أفعالا. أفعالا ناقصة، لأنه لا يتم بها الكلام إلا بوجود اسمها المرفوع وخبرها المنصوب، مثل الجو ممطر. نرى أن الجو هو مبتدأ مرفوع، ممطر هو خبر مرفوع. أصبح الجو ممطرا. نرى أن هنا دخلنا نواسخ فعلية، إذن هو أخت كان من كان وأخواتها. هذه أخت أصبح إذن هذه هي أصبح من نواسخ الفعلية. الجو ممطرا وليس رن، إنها هنا الجو ممطرا. وعندما دخلنا النواسخ الفعلية الذي هو أصبح، لم تبق لنا الضمتين، فصارت فتحتين وألف. سنذهب إلى الصفحة الثانية. لدينا في الصفحة الثانية ليس، إذن هي أخت كان من كان وأخواتها. ليس للنفي. ليس النجاح سهلا. عندما دخلنا على النجاح سهلا، دخلنا عليه ليس من أخوات كان، دخلنا عليه ليس. ليس النجاح سهلا. كانت تخيد الماضي، تفيد الماضي. كان تفيد الماضي، مثل كان الرجل صادقا. نرى أن دخلنا عليه النواسخ الفعلية الذي هي كان أختهم الكبيرة، على الرجل صادق، على الرجل الصادق. ولم تبقى صادق، أتت في مكان صادق، صادقا. كان الرجل صادقا. إذا لدينا هنا أربع كلمات معا، إذا هم من كان وأخواتها. هم هذه الأربعة: ما زال، ما برح، ما نفك، ما فتئ. تفيد الملازمة والاستمرارية. ما زال، مثل ما زال الوقت باكرا. إذا دخلنا عليه منهم، لأنهم كلهم بحزمة، كلهم بحد خدينا منهم غير ما زال، ودرناه هنا. ما زال الوقت باكرا. الآن بات المبيت أو الليل، بات المريض متألما. إذا دخلنا عليها من كان وأخواتها، هذه بات المريض متألما. ولكي نذهب لكي نرى ماذا لدينا هنا في هذه الصفحة، كمالت صفحة التي كانت. صار تفيد التحول، تحول من الصفحة إلى الصفة، من الصفة إلى الصفة، مثل صار الطعام جاهزا. ضل، إذا ضلت هي من أخوات كان. ضل تفيد النهار. ضل القطار، مثل ضل القطار واقفا. أمسى هي أيضا من أخوات كان. أمسى تفيد المساء،
مثل أمس الطفل نائما. أصبح تفيد الصباح مثل أصبح الجو ممطرا. أضحى الإصرار قوة إلى الذين أضحى. أضحى الإصرار قوة. وإلى اللقاء يا أصدقائي. إذن لم هادو أننا قريناهم في الصفحة اللي كانت قبل من هذه. وإلى اللقاء.